الحب هو اللي بيخلي الواحد فينا يشوف معنى حلو للحياة. أنا من وجهة نظري إن الحب لازم يعدي بسبع مراحل. رقم 7 ده عجيب، وبما إن 7 رقم يرمز للكمال، علشان كده ما كانش غريب أبداً إن مراحل الحب المكتمل يبقوا 7 برضو. خلاص عرفنا إنك بتقرأ أفكار البشر. أنت بجد؟ لا عفريتة، أنا ما صدقت لقيتك. عارفة إن أنت بتحبني وأنا بموت فيك. أنا مش عايز أكمل. ممكن بداية الحب الحقيقي تكون نهاية قصة حب ما بين اتنين حبهم كان بيتخنق. عاوزة تعرفي أكتر من إن أنا مجنون بيكي. أنت مين ها؟ أنت مين؟ أنا بحبك. ما بتحبش ريحة الدخان؟ ولا أنا؟ أنا قرفانة من نفسي. وأنا كمان. في يوم من الأيام أنت كنت معاه وسبتيه علشاني. في حاجة بتعمليها غلط. أنا زهقت. تخيلوا كام علاقة زواج باظت بسبب الملل والروتين. أنا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليكي. من قبل ما توعد كداب وكدبك بقى مقرف. تلمي نفسك. أسوأ طباع اللي بنحبهم بنشوفها في مرحلة الحقيقة. الجنان بيختفي، الحلم بيخلص، الوعود بتتبخر، وما يبقاش قدامنا غير حقيقة الإنسان اللي ارتبطنا بيه. خلاص كده؟ اسودت؟ مفيش أمل يعني؟ لا، فيه هبتة.